طلابنا الله يعطيكم ألف عافية يا رب. طبعا معكم أستاذ يزن العقربة ومدرس مادة الرياضيات الأدبي والفندقي على منصة موقع وتا التعليمي. طبعا أي طالب توجيهي بيطمح وبيحلم بنهاية مرحلة التوجيهي إنه يكون من طلاب الجامعة، عشان هي اخترنا جامعة البتراء حتى تكون هي انطلاقة جيل 2005. إن شاء الله إنه إحنا نكون على قدر من المسؤولية وإنتوا تكونوا على قدر من المسؤولية حتى نوصلكم للنهاية اللي هي نهاية أي طالب توجيهي بيتمناها إن شاء الله، اللي هي المرحلة الجامعية. طبعا منهجنا منهج جديد، المادة مش صعبة، مادة سهلة، تتطلب شوي من الطالب إنه يدرس يركز، وبإذن الله النجاح هيكون حليفه. ودائما بوعد وعد على كل الأجيال، بإذن الله طول ما أنت طالب يزن عقرباوي بإذن الله النجاح راح يكون حليفك. طبعا احنا مادتنا على موقع وتد، انا اخترت السنه لانه منهاج جديد نشتغلها بطريقه اخرى. خلصنا تاسيس، هسه بدنا نبلش بالماده. الماده راح تكون نازله على موقع وتد كامله، شرح لاسئله الكتاب، شرح لاسئله القدرات العليا، وشرح لمهارات التفكير، حتى الطالب لما يفوت على الماده بعد ما يخلصها يكون متمكن من جميع الانماط والاسئله، بالاضافه لدوسيه فيها نهايه كل درس اسئله اختبر نفسك، وبالاضافه راح يكون في اسئله وزاره واسئله اختبر نفسك. طب استاذ منهاج جديد كيف له اسئله وزاره؟ هذا المنهاج الوحده الموجوده فيه درسناها قبل 10 سنوات بمنهاج 2011 و2010 و2012 في ماده الفندق وماده الصناعي، الان صارت موجوده لماده الادب. فالماده باذن الله راح تكون سهله، وباذن الله طول ما انت طالب يزن عقرباوي اكيد راح تكون متميز، وراح تكون من الطلاب اللي ما بتطمح لعلامه نجاح، بتطمح لعلامه فل مارك بماده الرياضيات. طبعا احنا بجيل 2003 كان عندي الخامسه على المملكه للفرع الادبي، ان شاء الله 2004 راح يكون في عندنا اوائل المملكه، لانه احنا كلنا بنعرف ولازم تتذكر دائما انه منصه وتد هي منصه اوائل المملكه. يعطيكم الف عافيه. وتد طريقك للنجاح.